موجز العاشرة صباحا من اون لايف، اهلا بكم والى التفاصيل. طلبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي حيال التدخل والدعم المالي والعسكري من قبل دولة قطر للجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة في ليبيا. وكشفت اللجنة في بيان أن الدعم قدم لميليشيا مجلس شورى درنا التابع لتنظيم القاعدة ومجلس شورى ثوار بن غازي المتحالف مع تنظيم أنصار الشريعة. وأكدت اللجنة أن هذه الجماعات والمجالس شاركت في عمليات الاغتيالات التي طالت شخصيات سياسية وقانونية وحقوقية وإعلامية. أعلن الجيش الأمريكي أنه عزز قوة قتالية في جنوب سوريا وتحديدا عند معبر تنف الحدودي مع الأردن والعراق. وقال متحدث باسم التحالف الدولي أن القوات أصبحت مستعدة لمواجهة أي تهديد، في إشارة إلى الميليشيات التابعة لإيران. ومن جهة أخرى كشفت وثيقة للبنتاغون عن تخصيص 1,769,000,000 دولار لتدريب وتجهيز قوات عراقية وسورية في إطار ميزانية الوزارة للعام المقبل. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة.